اش في البلاتو قعد في الاوف نجموا تكملوه زاد قدام الكاميرا وقدام السادة المشاهدين. غازي سؤالك للعميد حسام الدين جبابلي. شوف مسألة الهجرة هذه مسألة دولية ما تخصش كان تونس ودول الجوار وجنوب الصحراء وما ذلك. الهجرة هذه موجودة في آسيا، موجودة في غرب، في شرق أوروبا، موجودة في أمريكا. يعني راهو نتذكروا جيدا أنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عمل الحملة الانتخابية بتاعه كلها على جدار العازل مع المكسيك، وحتى كي في اخر المونداه نتاعو تحصل على معناتها موافقه الكونغرس الامريكي لبناء الجدار، وكان ناوي يعاون به الدوزيام مونداه الحمله للمونداه الثانيه. وبالتالي راه مشكله الهجره مش مشكله كانت تونسيه ولا مشكله افريقيه، راه مشكله دوليه. وبالتالي لابد يكون عندنا احنا كتونس على قد مستوانا فكر استراتيجي لقدام. علاش نحكي الموضوع هذا؟ لانه اليوم احنا نشوف اللي صاير في دول الصحراء، في دول جنوب الصحراء. مثلا ناخذ مثال النيجر بعد ما صار فيها الانقلاب او التغيير السياسي اللي صار، اليوم ثم قرار سياسي صدر منذ اسبوعين انه كان ثم قانون في 2015 يحاكم كل من يتاجر بالبشر باقصى العقوبات. السلطه الحاليه الغت هذا القانون، تفضلوا وحلوا سيبوا اللعب، تفضلوا سيبوا اللعب. وبالتالي اليوم هذا احنا شنو نتوقعوا؟ نتوقعوا انه يعني جحافل جديده من المهاجرين الافريقيين مش يتعداوا على ليبيا ولا على الجزائر بعد يجيوا لنا احنا. لازم نفكروا في الموضوع هذا جديا، شجموا نعملوا واحد. تقصد ولتي بديت لي بالترامب وكانك تلمح لل شايف تدخل في سياسات الجدران العازله؟ لا عندنا الامكانيات ليه، ولا عندنا القدره باش نعملوه، ولا جيراننا يحبوا يعملوه. لكن لازم نفكروا مع جيراننا اللي حابين نوصلوا له. ايوا برا هذيك الولايات المتحده. حابين نفكروا، رانا حابين نقول لك نوصلوا فكروا مع جيراننا، لانه احنا وحدنا ما نجموش. احنا عندنا حدود مع دولتين اللي هي ليبيا والجزائر، لابد التنسيق يكون على اعلى مستوى، ويكون نحكيو مع الجزائريين ومع الليبيين كاسور تابل بوضوح تام وبشفافيه تامه باش نوصل لحل. هذه واحده. اثنين في نفس الموضوع، راهو الموجات الهجره هذه راهي ماشيه وباش تقدم القدام، ماشيه باش تزيد. علاش؟ لانه مثلا نعطيك مثال النيجر. النيجر دوله اليوم فيها 23 مليون نسمه، اكثر من نصف السكان عمرهم اقل من 15 سنه. خلال السبع سنوات القادمة نجم تولي فيها 70 مليون نسمة، التكاثر فيها حاجة مهولة. هالناس هذوما راهم عايشين عندهم 40% من الفقر أقل تقدير. هذوما الناس مش عندهم حتى حل إلا الهجرة. وبالتالي لازم نفكروا جديا، راهو الموجات تاع الهجرة هذه خلال العشر سنوات القدام راهي ماشية باش تزيد. وإحنا لازم نكونوا عندنا فكر استباقي باش مش نوصلوا حلول خطر. سينو بالحق راه باش تولي معناتها بلادنا كيما الجزائر كيما ليبيا باش تولي معناتها فيها الاف الافارقه. واضح. وانت حكيت على كارت شورتابل، نحب قبل ما يعقب عليك العميد نحكي مع كارت شورتابل كيما يحكيوا التوانسه في الشوارع في القهاوي. اوروبا هك تشوف فيها، اش بيك تتعامل مع هكا وانت تخرق في حقوق الانسان وتكلم الرئيس كيما قالت سونيا كل عام طبعا، ولا تونس عنصريه وقيادتها السياسيه عنصريه وكذا. باهي اوكي. هم بحذايا